تربويا دائما، وقصد الوقوف على آخر التحضيرات لدخول مدرسي ناجح بالنسبة لفئة الأطفال المعوقين سمعيا. قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بزيارة تفقدية لمدرسة الأطفال المعوقين سمعيا، كما اطلعت على جاهزية الأساتذة والمؤطرين لمرافقة هذه الفئة. العدد الإجمالي للمسجلين 2022-2023 ويفوق 30,000 من ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني من جميع الإعاقات السمعية، البصرية، الحركية والإعاقة الذهنية، وكذلك أطفال التوحد. طبعا عندنا حوالي 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص على المستوى الوطني، 15 ملحقة، حوالي 115 جمعية تتكفل بتسيير المؤسسات أيضا متكفلة بذوي الاحتياجات الخاصة.